خبرني يا أبا محمد، كيف نسبوا إلى البحرين فقالوا بحراني، وإلى حصنين فقالوا حصني؟ هلا قالوا حصناني كما قالوا بحراني؟ يا مولاي، لو قالوا في النسب إلى البحرين بحري لالتبس، فلم يدر النسبة إلى البحرين وقعت أم إلى البحر، فزادوا ألفا بينهما، كما قالوا في النسب إلى الروح روحاني. الصواب إلى الروح من غير قطع. ولم يكن في حصنين شيء يلتبس به، فقالوا حصني على القياس. هذا رأينا نحن نحويي مدرسة البصرة. لو سألني الخليفة عنهما لأجبته بأحسن من هذه العلة. فنحن نحويي مدرسة الكوفة لنا رأي آخر في النسبة. إني أسألك فهات رأي مدرسة الكوفة. كرهوا أن يقولوا حصناني فيجمع بين نونين، ولم يكن في البحرين إلا نون واحدة، فقالوا بحراني. كيف تنسب إلى رجل من بني جنان؟ إن لزمت قياسك قلت جني فجمعت بينه وبين المنسوب إلى الجن، وإن قلت جناني رجعت عن قياسك وجمعت بين ثلاث نونات. كما رأي مولاي؟ رأيي أنكما تستحقان المكافأة والثناء. الصواب تستحقان المكافأة بوصل الكلمتين والهمزة. أما أجمل أن يكثر المجتهدون، وما أحلى أن يتنافس علماء الأمة في خدمة اللغة العربية.